الهملول لينتزع صدارة هذا الشوط وينطلق بالمقدمة من هجن الرياسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثالث الأسماء القادمة وصل شاهين من هجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن ماجد الخيلي في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الرابع هملول مع المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يتواجد المضمر خميس بن عتيق الرميثي في عملية التضمير والمتابعة، بينما الوصول هنا والقدوم من الشعار العيناوي وصل هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يتقدم محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز السادس في هذه اللحظات وصول من الباز سمو الشيخ فيصل بن خليفة بن خالد، يتواجد المضمر سعيد بن محمد بن سعيد الحيمر المري في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز السابع يتقدم الآن عالي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الثامن هنا وصول من قبل شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن عيسى المطيوعي في عملية التضمير والمتابعة، وتاسع التحديات والأسماء القادمة هملول لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز العاشر يتقدم ظبيان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع من يقوده في عملية التضمير والمتابعة. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع المستحيل وإبداعه، المستحيل وعروضه المميزة يقدم الشهم على المركز الأول بشعار هجن الرياسة، يتقدم الشهم على مقدمة الشوط بشعار هجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، ويبحث عن النقطة السابعة في هذه الفترة المسائية. المركز الثاني هنا يتواجد الظافر أيضا شعار هجن الرياسة القادم مع المركز الثاني، ينطلق هملول مع ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي، بينما المركز الثالث وصول من الشعار العيناوي مع لافتة الكيلو الأخير الكيلو الخطير، وهنا وصول من قبل هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير والمتابعة. المركز الرابع يتقدم شاهين من هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن ماجد الخيلي في عملية التضمير والمتابعة، لكن أعود مع المركز الأول، أعود مع المقدمة، أعود مع صدارة هذا الشوط، ما شاء الله تبارك الله، سيطرة رئاسية، سيطرة مع المستحيل مع مقدمة الشوط، ينطلق الشهم بكبرياء هذا الشعار وكبرياء هذا المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري. سرعة الهجن الآن 46 كيلومتر في الساعة، والنقطة السابعة مع المستحيل، المستحيل يثبت بأنه مستحيلا في عالم التضمير، يقدم الشهم وهذه النوعيات النادرة من هجن الرياسة. تهانينا والناموس من هذه اللحظات للرئاسة وعشاقها ومضمريها، وأخص بالتهنئة أبو ذياب الذي ينتزع النقطة السابعة. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وللمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، لحظات وصول الشهم إلى خط النهاية ليظفر بهذا الناموس المميز. تهانينا والناموس المركز الثاني، أيضا الناموس مع الرياسة هملول وصل مع المركز الثاني مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، وثالثا ايضا شعار هجن الرياسه شاهين عيسى بن احمد بن ماجد الخيلي. المركز الرابع وصل هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي. المركز الخامس وصل الباز لسعاده الشيخ فيصل بن خليفه بن خالد المضمر سعيد بن محمد بن سعيد الحيمر. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس للرئاسة وعشاقها، وتهانينا للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي قدم الشهم. تهانينا والناموس قطع مسافة الأربعة كيلومترات 6 دقائق 6 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني وصل هملول من هجن الرياسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية 6 دقائق
12 ثانية وجزء أيمنة ثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث. وصل شاهين من هدن الرياسة عيسى بن أحمد بن ماجد الأخيلي قطع مسافة الأربعة كيلومترات 6 دقائق 14 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهدن الرياسة. هكذا مشاهدي